اللي هيشارك في الوقت المتبقي تبديل للمنتخب الأردني، التبديل الثالث والأخير، ونبنى ضربة رأسية ومحاولة والهدف الفلسطيني اللي نبحث عنه. إذا بالفعل جاك حبيشة يسجل لمنتخب فلسطين في هذه اللحظات. يا سلام على السعادة، يا سلام على الفرحة الفلسطينية. بالفعل لك أن تكون يعني في هذا الفخر والاعتزاز. الدحات هيلعب كورة وحبيشة أمامنا هنا هو اللي يسجل. أدي أمامنا الكورة، وشوف بقى هنا الدحات وأدي الكورة العالية على طول البهداري. يا سلام على الكورة، يحاول عليها محمد مصطفى اللي بيكمل كورة حبيشة. الهدف الفلسطيني اللي بيأتي في الدقيقة 84 عشان يسجل جاك حبيشة اللاعب المحترف في سلوفينيا، الأب الفلسطيني الأم سلوفينية. ولكن هنا هيكون هو أول لاعب يسجل لفلسطين في نهائيات كأس آسيا في أستراليا. هنا الهدف الفلسطيني.